السلام عليكم، معكم علي مطر، مرحبا بكم في القناة. أول إذا أنت مو مشترك معنا تفضل بالاشتراك، فعل جرس التنبيهات عشان أول ما ننزل فيديو جديد يوصلك إشعار. اليوم نتكلم على موضوع مهم جدا، موضوع حساس وكل الناس تكلمون عليه. روح أي مكان، ادخل أي حافة، ادخل أي بيت، ادخل أي بقالة، ادخل أي مكان تحصل الناس تكلمون عليه، اللي هو انهيار الريال اليمني وارتفاع الأسعار. أنت عارف إيش يعني انهيار الريال اليمني؟ الآن في هذه اللحظة وأنا أصور الريال السعودي يساوي 165.5 ريال يمني، تخيل هذا. يعني لو جيت لواحد قبل 4 سنوات تقول له الريال يمني كان 58، تقول له والله بيطلع على 165، بيقول لك يا رجال روح يا مغروم انت. وكمان الدولار ب 625 ريال. عارف ايش يعني هذا؟ هذا يعني ارتفاع جنوني وصاروخي في الاسعار في كافة المجالات. انت لما تكون كحيان تعبان مرة جاعان، شلك تشوف كيسة كذا فيه 30 ريال كذا وتروح تشتري لك حبة بيض تقدر فيها وتأكلها 30 ريال. الآن سعر البيض الني 50 ريال وبعض يبيعه ب60 ريال، هذا إذا ما زاد. يا جماعة حتى الأندومي اللي قدب 50 ريال الآن قدب 150، 3 أضعاف تو ماشي فيها صفات، 3 أضعاف السعر. وكمان أي شيء ثاني تبغاه تحصله مدبل، ما تحصل شيء بالسعر القديم أبدا، حتى في أحلامك ما تحصل. وإذا جيت رواتب موظفين بتحصل أغلب موظفين الدولة رواتبهم 40 ألف، بالكبير 50 ألف، وبعضهم أقل عاده. بالله كيف بغيت يشتري في هذه الحاجات؟ يعني أول ما يدخل السوبر ماركت يشتري علبتين فول وكيس رز وكيس سكر وخلصت فلوسه. كيف بغيت يسدد الكهرباء، يسدد الماء، وإذا كان عنده إيجار، الإيجار اللي بالسعودي قدهم يتكلمون خلاص طورنا نحن. وإن جيت حتى للبترول والديزل تحصل أسعارهم مرة مرتفعة، البترول 340 ومنهم 330 والديزل 340، تعتبر مرة غالية على الوضع ده. في الأخير أنا مش محلل أو خبير اقتصادي في هذا الموضوع عشان أقدم لكم حلول، يعني إنما بإمكان الدولة تستعين بناس معهم خبرة في هذا الموضوع ويشوفون حل الشعب، لأن الشعب مرة كحيان إذا استمر الوضع كذا بتصير أزمة كبيرة جدا جدا جدا، وبتدبل يمكن الدولار يمكن يوصل حتى إلى 1000، ما هي مشكلة عادي، والشعب ساكت والأمور طيبة المهم الله صلح الحال والعباد إن شاء الله. أتمنى عجبكم الفيديو، وإذا حد عنده مثل المقترح كيف ينزلون الصرف ولا شيء، المهم أنه يكتبوا لنا في التعليقات تحت. كان معكم علي مطار، لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل جرس التنبيهات. إذا عجبك الفيديو سوي لايك. تمام، سلام.